السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا مشروع نتاع الشراكة استراتيجية وهامة جدا بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر ممثلة في مجمع بوصوف واللي يتموقع في ولاية ميلا، واللي يعتبر أكبر مربي للأبقار وأكبر منتج لمادة الحليب في الجزائر. شيء جميل جدا أن تكون فيه مستثمرين في هذا الميدان أنت على الشعبة الحليب، اللي لابد أن تتطور وأن يعني تلقى كل الدعم من طرف الدولة لهذه المادة الاستراتيجية تاع الحليب، واللي منها تنتج أجبان وتنتج عدة ما تدخل في السيستام أغرو أليمونتير، إذا تاع النظام الغذائي يعني بصفة عامة، وممكن تكون مادة يعني تصدر إلى الخارج وتجيب أموال كثيرة، ولأن مادة الجبن ومادة الحليب هي مادة استراتيجية كبيرة جدا تدخل في نظام التغذية تاع نشأ الأطفال منذ الرضاعة إلى 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 آخر. يعني الإنسان يحتاج كثير مادة الحليب في نموته. إذا في هذا الميدان خليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع حول أولا يعني عرفنا بالمجمع أنت إنتاج الحليب أول وأكبر منتج للحليب في الجزائر، وكذلك نتعرف على محتوى وبعض التفاصيل على الشراكة الجزائرية الأمريكية لتطوير هذه الشعبة في الجزائر. نخليكم تتابعوا الفيديو. السلام عليكم. قام وفد أمريكي بزيارة مزرعة بوصوف لتربية الأبقار الحلوب ببلدية العثمانية جنوب ولاية ميلا. الزيارة تدخل في إطار التعاون الفلاحي المشترك بين مؤسسات أمريكية رائدة مع نظيرتها الجزائرية، ممثلة في أكبر مزرعة لتربية الأبقار الحلوب في الجزائر. Nous sommes ravis d'être ici. Je suis très heureuse que quand nous avons fait les ateliers en septembre et maintenant nous avons les premiers visiteurs depuis ça. Alors j'espère que nous allons avoir un bon résultat ensemble. مزرعة بوصوف التي تتربع على مساحة 1400 هكتار وتحتوي على حوالي 1800 بقرة هي استثمار فلاحي ضخم دخل حيز الاستغلال سنة 2017، وتنتج حاليا ما يقارب 20,000 لتر من الحليب يوميا. الوفد الأمريكي المكون من المكلفة بالشؤون الزراعية على مستوى السفارة الأمريكية بالجزائر، وكذا ممثل عن إحدى المؤسسات الأمريكية الخاصة بالتكاثر الحيواني، كان قد استمع إلى شروحات وتفصيلات حول آلية عمل المزرعة المجهزة بأحدث التقنيات. We're here representing US Genetics and we're doing an assessment of the country, and this is one of the premier farms in the country, and we want to make sure that the genetics from the US can work here, and obviously they can. US Genetics are the gold standard in the world because of our high number of phenotypic data, all the genomic testing we've been doing, the reliability of US genetics is recognized all over the world. So we're looking forward to working in Algeria. اليوم جلسنا وفد أمريكي من السفارة الأمريكية إلى مزرعتنا pour signer une convention de partenariat pour l'insémination artificielle. لأن الناس ما تخفى حتى على واحد باللي الأمريكيين ما متقدمين في التلقيح الاصطناعي، هما إيسون بري با يمدوا لنا الخبرة تاعهم والتبادل. نوزون أسيوري بلي يبون فورمي دي جون أون أمريكي.